الفيلم بيبدأ بليزا اللي بتشتغل في محل حلويات وعندها 17 سنة، عايشة بعيدة عن أمها وأختها، وقاعدة عند جدتها وجوز جدتها في ولاية فلوريدا. ليزا كانت لطيفة جداً وبتعرف تتعامل مع كل عملاء المحل، المتعصب منهم والفرحان، وبيسألها صاحب المكان لو ما عندهاش حاجة بكرة فتقعد ورديتين في الشغل، وليزا بتوافق. وهي مروحة بالعجلة بتاعتها بتلاقي عربية صوتة غريبة واقفة على الطريق، فبتسرع ليزا بالعجلة عشان كانت خايفة، وبتفتكر جوز جدتها الصغير في السن وهو بيعتدي عليها، وبتوصل البيت بعدها. تاني يوم الصبح بتكتب جواب لمن يهمه الأمر إنها تعبت وما بقتش قادرة على اللي بيحصل لها، شكلها كده وحيدة جدا، وجدتها بتندها عليها علشان أخت ليزا اللي عايشة مع مامتها على التليفون. ولما ليزا بتروح ترد بيسلموا على بعض، وأختها بتعرف منها أنها رايحة الشغل وبتقول لها أنا عاوز أجيلك عشان وحشتيني، بس ليزا بترفض. ليزا كانت بتحب أختها جدا وهتبقى قلقانة من وجودها في بيت جدتها ومش عاوزة اللي حصل لها يحصل لأختها، فبتقترح أختها عليها إن هي اللي تيجي وتعيش معاهم تاني، بس مامتها بتسمعهم وبتكلم ليزا بطريقة جافة وبتقول لها أنت عند جدتك عشان تساعديها وخليكي مطيعة. بتروح ليزا شغلها وجوز جدتها بيمسكها بره وبيفكرها إن النهاردة يوم القبض فما تنساش تبقى تديهم مرتبها، وبتروح الشغل وبتخلص الورديتين بتوعها. وهي مروحة بتلاحظ نفس العربية السودة واقفة، فبتمشي وراها المرة دي وبتسبقها وبتركن قدامها، وفجأة بيهجم عليها راجل بيوقعها من على العجلة وبيدخلها عربيته، وبيكون معاه مسدس بيهددها بيه وبيعتدي عليها وبيغمي عينيها عشان ما تشوفوش، وبيوديها بيته بعد كده وبيخليها عنده كام يوم. وبيسألها الخاطف في مرة عن اسمها فبتقول له لوري وإن عندها 20 سنة، فبيفرح عشان هي مش قاصر وإنه كده مش هيحصل له مشاكل أو بلاغات في الشرطة. وبتروح جدتها تاني يوم تبلغ عن اختفائها في الاسم والشرطة بتدور عليها، وبتروح لبيت مامتها واختها بس مامتها مش بتهتم وبتقول اكيد هربت، لكن اخت ليزا بتقول للظابط انه استحالة ليزا تهرب من غير ما تبلغها، اكيد حصل لها حاجة. وبقت ليزا بتتعامل مع الخاطف بشكل كويس وحنين وبتقول له انا اسفة عشان شكلك كده زعلان من الستات والبنات في حاجة، شكلك كده حبيت واحدة وكسرت قلبك. فالخاطف بيحس بطيبتها وبيعمل لها اكل وبيشغل التلفزيون، وكانت نشرة الاخبار عنه وعند حيال كتير من الستات والبنات، وبيتكلموا عن ليزا وانها اخر ضحية ليه. بيسمع الخاطف النشرة وبيتعصب جدا عشان بيعرف من الاخبار ان عندها 17 سنة ولسه قاصر وانها كذبت عليه، فبيفضل يتعامل معاها بعنف وبيعتدي عليها تاني، وبعدها بتطلب منه تروح الحمام وبيوديها وبيفضل واقف، لكنها بذكاء بتقنعه انه يخرج بره، وبتشيل ربطة عينيها وساعتها بتنهار من العياط، بس بتبص لنفسها في المراية وبتشجع نفسها انها هتقدر تبقى كويسة وتخرج من المكان ده وهي عايشة. ولما الخاطف بيلاقيها اتأخرت في الحمام بيحاول يفتح الباب، بس ليزا بتكون قافلاه وده بيعصبه اكتر، فبتفتح ليزا الباب بعد ما بتغطي عينيها تاني لكن بشكل غير محكم عشان تقدر تشوف، وبيضربها، بس برضه ليزا بتقدر بذكائها تهديه وبتقول له انت متعصب ومحتاج تهدى واديني المطبخ اجيب لك مية. وهي في المطبخ بتقدر تشوف تليفون وبتستنى الخاطف ينام وبتروح تتصل بالشرطة، لكنه بيمسكها وبيمنعها انها تتصل بحد وكان هيقتلها، بس ليزا برضو قدرت تفكر في قصة تعرف تهدي بيها، وقالت له انها عاوزة تطمن على باباها علشان هو راجل عجوز وهي الوحيدة اللي بتاخد بالها منه. وكملت ليزا القصة وبتقول للخاطف انت بتفكرني بأبويا عشان طيب وحنين زيه، بس ملقاش تقدير في حياته. وبالكلمتين دول قدرت ليزا انها تكسب الخاطف مرة تانية وخلته برضو ما يعتديش عليها تاني، لانها بتقول له ممكن ابقى حبيبتك وممكن اخد بالي منك زي ما باخد بالي من ابويا، وانا عارفه انك شخص طيب بس الظروف ما سمحتش نتقابل بشكل احسن. وبتحضنه وبتطبطب عليه فقال لها انه بيحب الكلام معاها قوي وانها مختلفه. وفي اليوم التاني بيسمع الخاطف اخباره في التلفزيون كقاتل وحشي، فبيتعصب جدا وبيدي هدوم لليزا عشان تلبسها وبيقول لها انا ما كانش ينفع اخليك عندي المده دي. بينزلها العربيه بتاعته وبيمشوا في طريق ليزا بتقدر تشوف منه حاجات بسيطه، وبينزلها في مكان مهجور وبيطلع مسدس عشان يقتلها، لكن ليزا بتقدر تقنعه للمرة التالتة أو الرابعة مش فاكر عشان اقناع ليزا كتير إنه ما يقتلهاش، وهي هتساعده وتضلل للشرطة وتقول لهم معلومات غلط، فبيشيل مسدسه وبيفك إيديها وبيطلب منها تروح للشرطة وتقول لهم مواصفات غير مواصفاته وإنها ما تشيلش ربطة العين غير لما يمشي. ولما بيمشي بتلاقي ليزا نفسها في غابة بتفضل تجري لغاية بيت جدتها وبتحكي لهم اللي حصل بس مش بكل تفاصيله، لكن محدش بيصدقها وبتبلغ جدتها الشرطة برجوع ليزا وبتقول لهم إنها كويسة بس بتكذب علينا وبتقول إنها كانت مخطوفة، لكن الظابط بيصمم إنه يسمع أقوالها، فجدتها بتتوتر خايفة لحسن ليزا تقول حاجة من اللي بتحصل لها في البيت
لكن بتيجي الشرطة الصبح وبتاخد ليزا للاسم وبيحقق معاها الضابط، لكن ما بيصدقهاش عشان ما فيش في جسمها اي كدمات او اثار عنف، وكمان من كتر ما هي ذكية وبتحفظ التفاصيل، وعشان الاسم كان متوتر بسبب المجرم اللي استبعده ان ليزا تبقى ضحيته، عشان المجرم ده بالذات بيموت اي ضحية ليه، لكن ليزا لسه عايشة، وبيخلي شرطية اللي تكمل معاها التحقيق بس برضه مش بتصدقها، وبتفتكر ان خيالها واسع من كتر الفرجة على التلفزيون. وهنا بيدخل المحقق لاري اللي بيعرف يكسب ثقة ليزا وبيسمع منها اللي حصل بالتفاصيل، زي ان سلالم بيت الخاطف عددهم 22 وانها قدرت تعرف ملامح الخاطف من لمسها الوش، وكمان وصفت له العربية بتاعته بالتفصيل، وكمان ليزا حكت له انها حطت ادلة في بيت وعربية الخاطف، وده عشان تسهل على الشرطة معرفته، وانها حطت بصماتها في كل مكان في البيت، وكمان سابت توكة وخصل من شعرها تحت سريره. الغريبة ان لاري بيصدقها جدا وبيبقى منبهر بيها، بس كان لازم يكلم أهلها عشان يستأذنهم لو الشرطة ينفع تنيمها مغناطيسيا عشان تعرف تفاصيل أكتر ممكن تبقى ناسيها. وبيتصل لاري ببيت جدتها وجوزها اللي بيرد، وبيرفض بشدة التنويم المغناطيسي وإن ليزا لازم ترجع البيت عشان في واجب تعمله، بس لاري بيحس بتوتره من فكرة التنويم المغناطيسي، وكمان مفيش مدرسة لأنهم في أجازة، وده اللي بيخليه يروح يسأل ليزا عن اللي بيحصل معاها في البيت، وساعتها بتنهار من العياط. وبتقول للمحقق لاري ان ده مش ابوها، وبتحكي له عن اعتدائه المتكرر عليها، ومن كتر ما لاري مصدق وواثق في ليزا بيروح يقبض على جوز جدتها وبيخليها تلم حاجاتها عشان هتقعد في بيت تاني يكون امان ليها اكتر، وبيودي ليزا لبيت محققه زميلته عايشه لوحدها، بس اول ما بتحاول تنام بتتخيل عربيه الخاطف بره البيت وبتفضل تصرخ، وبتيجي المحققه عشان تهديها. تاني يوم لاري بياخد ليزا للقسم عشان يكملوا معاها تحقيق، وبتقول له بشوية معلومات زي انه عاوز ينتقم من الستات كلهم، وبيروح لاري لمديره وبيقول له ان في احتمال يبقى اللي خطف ليزا هو القاتل المتسلسل اللي بيدوروا عليه، بس المدير مش بيصدقه عشان القاتل ده ما بيسيبش ضحية عايشة وبيقتلهم كلهم. فلاري بيعرض عليه انهم يبعتوا الهدوم اللي الخاطف اداها ليزا المعمل يمكن يلاقوا دليل، بس برضه مديره بيرفض عشان فحص المعمل تكلفته عالية، فبيعرض عليه لاري تكون على ميزانيته الشخصية. انا نفسي حد يثق فيا زي ثقة لاري في ليزا بجد. المهم في اخر كلام لاري مع مديره بيقول له لو خطف ليزا هو القاتل يبقى لازم تخلي بالك عليها، عشان كده هو عارف انك معاك دليل وهيحاول يخلص عليها. فبيقلق جدا لاري وبينقل ليزا من بيت المحققه لبيت تاني زي ملجأ بس تحت اشراف القضاء والشرطه. وتاني يوم تحاليل المعمل بتاعه الهدوم بتوصل وبيلاقوا عليها انسجه حمراء، نفس الانسجه اللي بيلاقوها في الضحايا، وهنا بيعرفوا ان القاتل هو اللي خطف ليزا، وبكده بقى عندنا شهود وادله عليه وهتعرف الشرطه توصل له بمساعده ليزا. فبتروح مع لاري للمكان اللي اتخطفت فيه يمكن تفتكر طريق بيته، بتتوتر جدا لكن لاري بيشجعها، وفعلا بتقدر توصف المكان وبتلاقي في الطريق الغابه اللي سابها القاطف عندها، وبيتاكدوا انهم قريبين جدا، فالشرطه بتخلي ليزا توصف لهم ملامحه او اللي فاكره بينها وهم بيدوروا عليه، وبيلاقوا عربيه بنفس المواصفات وفيها شخص شبه اللي ليزا وصفته، وفعلا بيبقى هو، لكن مفيش دليل علشان الشرطه تروح تقبض عليه، فالشرطي بيصوروا على اساس ان في محل اتسرق وانه محتاج يصوروا عشان صاحب المحل يتعرف عليه، ولما بيوروا ليزا الصوره بتاعته بتقدر تتعرف عليه فعلا، وهنا الشرطه بيكون عندها دليل علشان يقبضوا عليه، وبيروحوا لبيت الخاطف، وبعد ما بيقبضوا عليه بيلاقوا كل حاجه ليزا قالتها صح، وكل دليل ثابته للشرطه موجود فعلا، وفي التحقيقات مع الخاطف بيقول لهم انا كنت عارف انها هتكون السبب في القبض عليا، عشان هي مختلفة وغير أي حد أنا قابلته من الضحايا. وبيروح لاري يبلغ ليزا إنهم قبضوا عليه، وبفضل مجهودها وذكائها واللي الشرطة ما عرفتش تعمله في 6 شهور ليزا عملته في 12 يوم. بس كده ليزا لازم تسيب البيت اللي قاعدة فيه، فيا ترى هتروح فين؟ بتلم حاجتها من البيت وبتخرج مع لاري اللي بيعرض عليها إنها تعيش معاه ومع عيلته، بس هي بترفض وبتقول له ما تخليش الشغل يدخل في حياتك الشخصية، بس بيبقى محضر لها مفاجأة، اتصل بعمها ومراته اللي بيحبوا ليزا جدا وطيبين معاها عشان يجوا ياخدوها، وفعلا بتعيش معاهم ليزا الحياة الجميلة اللي عاشت عمرها كله بتحلم بيه. في النهاية بنعرف ان دي قصة حقيقية حصلت في فلوريدا سنة 84، وليزا الحقيقية لما كبرت بقت ضابط وصلت لمكان عالي جدا بسبب ذكائها. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتعمل لايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.